يعني اذا جاني مستوى ادخل مع ناس الحكم الأول. أنا قلت شيء غلط؟ لا بس يعني الحكم الأول طب أنا قايلة شيء غلط؟ أنا زعلان. أزعل من لا والله ما زعلان، بس اتفقنا جولة واحدة. طب يلا ادخل جولتها، والله توني فكبت. يلا يلا شو أخبارك سعيد؟ ترى جولة واحدة، جلحفة بجولتين، يلا أوكي تراك قاعد تكلمين توب 57 شخصية. ما شاء الله، الله يسعدك. الله يبارك لك. انت وش معك؟ لابسة حليبية اليوم، فين كنتي؟ مو حليبي، هذا الشوكليت، ها؟ هذا الشوكليت، شوكولاتة اسمها. ايه شوكولاتة. شغل الفلسفة هذا وشغل يعلمني انا اتكلم انجليزي، ترى خلاص كلنا نعرف، ترى ما له دخل، هو اسمها شوكولاتة. طيب اوكي شوكولاتة. يا حياتي بقى عايش. ايوه يلا علميني، كم صرفتي في بريطانيا؟ مدري في المانيا، مدري فين هي. أنا مو في بريطانيا، ها فين انت؟ في قطر. هي بقعة كل يومين هي في ديره. لا والله جيت هنا أشجع المنتخب. ها ردي ردي على مدري من هو ذي يكلم في الحين اخر الليل، ردي عليه. أيوة تكسرت روسنا من هزاز. هذه إشعارات، ردي على ذيك مدري مين يكلم. إشعارات، إشعارات. السناب خليه اشعارات، لان تكذبين علينا انت. ايوه إشعارات من السناب، من اللي يكلمك في السناب؟ ما في أحد، بعدين إيش بخلي أحد؟ سبحان الله سبحان الله. سبحان الله، جايز كبس يا حلو، ترى فاز الجولة الأولى لا يفوز الثانية، من متى فكبت؟ يا لطيف الساعة هذه ما في أمل تأخر التوب. ليش؟ ما شاء الله عقاب 15 مليون. لا عادي مرة سهل. تدرين ان الليفل الداعم ينحسب مع التريبل؟ كيف يعني؟ يعني الحين انت باقي لك مثلا من ليفل واحد الى ليفل اثنين 100 ألف، صح؟ ارحب يا ماجد لب روحك. من ايوه ليفل واحد الى ليفل اثنين مثلا يبغى لك كم؟ 50 ألف. حلو؟ ايوه اذا اتفق. دعمتي ذي برا الدبل توصلين الليفل الجديد؟ لا، يصير يبقى لك كم؟ 20. لكن لو دعمتي ذي في الدبل على طول ينقصك رقم اثنين. والله والله يا جماعة ارسلوا ديب، اكتشفناها جديدة. ارسلوا ديب. لا 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 ترسلوا لها هذه، بتي ما تستاهل. ارسلوا لها بعد التريبل، بعد ما ينتهي التريبل ارسلوا لها. انا علشان هذا الليفل اذكر الله يا عامر، يا عامر قل لا اله الا الله، اذكر الله العين حق، الله يجعله يمد من زود. الواحد لا منا شاف شيء يعجبه يقول لا اله الا الله. محمد رسول الله. يا اخي بعض الناس الله ما فيها ملح سأده. طيب واخبارك؟ سار رهقار، يا ربي لك الحمد والشكر. ما حد درى عنك. ها وش جابك يا فراشه هنيه؟ طيب فلبه هاي انقلعي القمي يلا. هاي ها فلحي جراده على غيري، هنيه ما في الا اسود. الجراد هنيه كاي. هلا سلوم. يلا الحكم الاول يا منى. ها مع احكام. من مع من مع من تخابطتي اليوم؟ ها مع من تضاربتي اليوم؟ والله ما ولا مع احد. ليش؟ في ذمتك. وين؟ مع من تضاربتي اقول؟ وين في الجاكو؟ ايوه دوبك تقول انا حمت. مع الكومنت اللي عندي. كومنت. يلا الحكم الاول يا منى، تجيبين ورقة تكتبين عليها بحاجة إلى عريس. ايوه الثاني. الحكم الثاني، تغيرين اسمك تكتبين بادي جارد ماجد. ايوه الثالث. الحكم الثالث، الآن تطلب لي طرطتين وقهوتين. اطلب لك ايش؟ طرطة 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 ترتا. ايوه ذيك حقت البيكة.
وليه قهوتين؟ لي انا وماجد يعني نتقهوى. ايش دخل ماجد؟ ماجد عندك يعني؟ هاي ما الحكي قاعد ماجد. خلاص اوكي. انت فوز اول وبعدين خير ان شاء الله. انا فزت الحين، السكور دخل في اذنك 80,000. لا باقي ما دخل في اذني، ما اشوف السكور. ما اشوف السكور. بالله هذا مستوى منى العابد وزحمة، هذا مستواك 162. ما نعرف، ممكن جحفلك. هاي انا القهوة حقتي، انا جيبيها لي سوداء ذيك ايوه اللي مرة، والقهوة حقت ماجد جيبيها له بالحليب. ايوه بعدين ولا قبلي بس هاي سلوم. ها سلام. ارحب يا مجود، ابوك يا مجود. لا والله هو كذا اسمه سلوم. كاز ثواني يا حلوين. هاي ايوه انا فزت والله، والله انا فزت. بالغلط ماجد وصقر ورقم بالغلط. ثلاثة ورقم أربعة وسعيد وكرك مكبسين، الله يديمكم لي. هاي هذا وش تختارين؟ وش احكامك مرة ثانية؟ الحكم الأول تغيرين اسمك، تكتبين بادي جارد ماجد. بشرتي فلتر يا جماعة، مصفيتها بالفلتر. ايه الحكم والثاني الثاني تجيبين مخدة تحطين فيها بودرة تخبطينها وسط وجهك. لا ما عندي بودرة، انا في فندق للأمانة. ممتاز. معجون اسنان، عندك معجون اسنان؟ ايه هيا احشي الفرقتي اللي هنا. لا يا سيف. الحكم الثاني ها تقفلين بثك وتجين سجن عندي لنهاية الساعة، والرابع تجيب لي تورتتين وقهوتين، والخامس تشيلين الفلتر والمكياج. ما لك دخل في الفلتر والمكياج يا اخي. اعطيتك احكامي، طيب وش اسوي بك؟ والسادس السادس يا طويلة العمر والسلامة تجيبين حلة فيها موي تغطين وجهك 5 مرات. يلا اوكي يا وش ادخل بتسوين؟ ادخل جولة ما عندك مستوى والله، بطلع العب مع ناس عندها مستوى. عادي ادخل جولة توني فكة بعد. طيب اذا جاك مستوى ارسلي لي. طيب ادخل جولتي ما في شيء، ادخل طيب يلا نفذي اول. يلا وش بتنفذين؟ دقيقة اصبر. يا ها ازهل 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 هاي خلصي. المشكلة ما في حل ولا شيء. اصبر للحين انا اعرف اعرف انه ما طلبت جول كداد عندها. يلا يا بنت حلال. يا اخي لحظة، يا اخي لحظة دقيقة. ايوه تخلي كداد ينبيه يشحن، قاعد تتلكع في الوقت. يا اخي ما في حل، انا في فندق، ايش فيك؟ اصبر. طيب وش الحكم اللي بتسوينه؟ بالمويه. دقيقة ما في هذا حل، لا. ايش اسوي؟ خلاص باخذ حصانتين اليوم الاسود. في هذه وشنو ذي؟ هاي لا ما في حصانات، سلامات. ذي وشنو تي الطاسة تي حقت ايش؟ ما ادري، حق الثلج. توقع حق الثلج. ايه لان معاها. ها والله اني على نياتي حسبت سطل الزبالة. لا مو سطل الزبالة. عطني حكم ثاني يلا. خلاص الحكم الخامس تعطين عمر العتيبي حضر. ليش؟ كنت انا فاق عن قلبي العتيبي ذاك. هيا قومي نفدى روحك نفدي. نفختي؟
عطني عطني احكام. خلاص خلاص، ما بلعب معك، ما بلعب معك، ارسمي بس، اربطي حواجبك، سوي حبة خال هني. ليش ما تبي تلعب؟ ما راح انفذ لك، العب عادي. انا فزت. طيب نزل سكور، ليش ما تنفذين؟ انت الان بتطلع صح وبتلعب عادي، العب معي عادي. ما عندك مستوى يا ماما، افهمي، استوعبي. يعني على اساس انت اللي عندك المستوى اللي مقطع بعضه صح؟ التوب 5 الحمد لله. الحمد لله دوم في التوبات. هاي يلا، وش رايك؟ ما راح انفذ لك، ادخل جولة. ليش؟ يلا ادخل. يلا اعطي اعطي عمر حضر، يلا. ما اعطي حظر. ليش اعطي حظر؟ طيب يلا، وش بتنفذين؟ ما يتدخل في اللعب. طيب وش بتنفذين؟ عطني احكام وانا بنفذ. حطي بودرة فوق وجهك، ما عندي بودرة. ارسمي شنب، اربطي حواجبك وشامة، يلا. ليش يا سلوم ما تلعبين؟ ليش؟ انا من اقول لك شيء؟ يلا خذها حصانتين باي.